الزيارة الأربعينية ومعجزة معجزة صراحة تتكرر في كل عام. المعجزة تتكرر بالأعداد، المعجزة تتكرر بالخدمات، ولكن أيضا المعجزة المعجزة تتكرر بالبعد الإنساني. أخواني أخواتي، هذا هو فيديو قصير نعم، لكن فيديو يحمل آلاف من المعاني. طبيب إيراني يخيط أحذية الزوار. فقط مجرد العنوان يكفي، مجرد قراءتك لهذا العنوان يكفي. لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين. هذه المظاهر التي تبين أنه لا فرق بين طبيب، بين مهندس، بين عامل، بين كاسب، الكل متجه نحو الإمام الحسين والكل يريد أن يخدم الآخر. هذه المظاهر، بعض من المنحرفين لا يعجبهم هذا الموقف وهذه المواقف نعم، لذلك يشككون الناس بالزيارة بهذا اليوم وبهذه المناسبة، مناسبة زيارة الأربعين المقدسة. لذلك لاحظوا ودققوا ولاحظوا الإخلاص الذي يخدم به هذا الزائر الإيراني. طبيب إيراني يخيط أحذية الزوار. لبيك يا حسين وفي أمان الله. في من جمهورية إيران. إيه دكتور مهدي من مدينة أريميا بتبريز بإيران. حياكم الله. اسأل لي يا قل لويش جيت وجاي تقدم الخدمة اليوم أنت باعتبارك دكتور؟ نعم، جاي اللي قدمتوها للزائرين. لا تكلم فارسي ما مستمع. ممنون، شكرا، يعني ممنون، خیلی ممنونم ازتون، يعني از اینکه حالا اینجا خدمت میکنیم واسه زائر، خدا رو شکر میکنیم. حالا هر چی خدا خوب ببینیم چی میشه ان شاء الله. قسمت شما سيدي ومولاي ابو عبد الله الحسين. خدمه نقدمها للزائرين وهذه قليله. بالنسبه للدكتور مهدي، دكتور اخصائي، بس هو يقدم خدمه للزائرين. هي تكرم هاي احذيتهم، يرقعها ذا مشقوقه، اذا عنده دبان يدخل دبان مثلا، هذا نسائي هذا رجالي، اذا عندهم جنطه مشقوقه ايضا عنده اوبر يقدر يخيطها. هاي يقول احنا هذه خدمه نقدمها قليله جدا. ليش؟ الكرم العراقي ازيد من اللي نقدمه. يقول العراق عنده كرم ازيد من اللي احنا نقدمه. زين، شكرا. رقم 1.